السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين أخوتي؟ كديرين مع الصحة؟ بخير، لاباس عليكم؟ هانيا، كنتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير ويسهل عليكم ربي دنيا وآخرة. هو جيت كطلبتوني، قلتوا لي أنا عم ديري والي، ما أنا جيت نتقدى وأنا غادي نقلب ناخد التقضية اللي خاصي ونكمل معاكم كما موالفين. كنشكركم بزاف. لقيتي فيديو صافي جوج المهم انا مقتنعي شحال مطيشة؟ خمسة درهم، هادي تا درهم. الله يسلمك. والسباس؟ ست درهم. شوفوا تبارك الله خير سيدي. عيالات كتبقى هي وباش شادين اربع ايام ديال الهضره. الله يلقيك انت وياه. ها هو شد مد احمد، ما كاين لا ضحك لا لا. ولعبت انا وياه غا قدي قدا، كتلقى الشلاغمو يعشي دوار غادي بمرتو جا الكراسه بحال شي بهيمه يقوم من القلبه. نعم الرجوله مرضيه الوالدين واللي ما عرفها خسرها. شحال عندي اوليد؟ خويا امين سالا كبير لاباس كروب خويا سمحت بقى معايا ولد الدرب لا تسمحوا الله يسلمك. دارك اسمع الديوت قبل ما نفتح الكاميرا بغيت نعطي تحيه غير للسميه ديال مرتو، وقال لي لا حيت الحرمه ديال الدار كتبقى ديال الدار. انت اللي ناشره كترزق بها فلوتي، انا معاكم يا ولاد الطير. الله يخليك عليك، الله يسهل عليكم. شكرا. مسموح تبقى معايا خويا؟ الله ينصرك في الليل، غتلقى راسك منشور. سالينا يلا دور. امين. اللهم انت علي اعتني بك. امين. شحال رمال؟ 300 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 303 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
شيء. هاي نعيمة. هذه اللي قلت لكم كل جيتوا واحد الوقيته تفيق بنادم من داره. دابا لقيتوها ولات بنت الناس. الله ينصرك اولي انا راضي عليك زوين. ايوا كنتقدم شي واحد كنطاح فيها هذاك جاية أنا وولدي لابس الحمر كي دايرك سلم عليهم يا موسى. السلام عليكم كي داير يا خوتي بخير عليكم هاني اليوم أنا وجيتكم شي شي واعر اليوم أصبر عليك نشوف أش غندير ما تسمعوش شي شي واعر راه باقي ما عرفتش أش غادي ندير غنكمل غنصركم لا سير كاميرا مقلوبة في غدا أمي هاي فوقني يضربكم البرد ولا جات شي سرتها فيك؟ جيت ما يقولوا لي انا الفران ما في الفران قالت لي عتبينك مريم شحال الفران؟ جيت الساعه هذيك البيضه كيف ما يبقاش خضري ولا صافي؟ لا ما خضرين ما مسلوقين صافي جبتي بلازما ما جبتش بلازما تا وقت تمشي انت عتباتي معانا صافي على من؟ اخرى سيره واخا بلاتي عليك انت بلاتي هاك عجبتي معانا عطي لختك النص وخدي تي النص ومازال نجي نكملو لا شكرا دوري معايا حديت شنو كنكسب ونشري اسمي تنجي بالصحة مسكينة امي قالت لي دوري معايا هاكي امي هاكي نحدي بخاطري قرب الكوكوط ها انتم اخوتي بصيلة الزيتون كبيدة هاد الفخيط ب 30 درهم انا قلتها لكم ولينا في كولومبيا والله الا في كولومبيا وتحيه للناس والحباب ديالي اللي كيبغيوني بقى بحال هكاك اختي اش غادي نقول لك وحده قالت لي نعيمه ما تبقايش ديري هاد الخرقوم ديال الباكيه لانه تيقتل اختي مالو ما قتلنا هادي 200 عام ما يقتلكها عمرك وحده ناعمه ديري المعلقه باش تعودي ديري لي قامه واخا وحده ناعمه ما كديريش البزار واخا ها هو البزار وحده ناعمه عودي تحزي في المعلقه ها المعلقه وحده ناعمه واش غنقول لكم بغيتها شي نهار انا نبان على شي وحده ولا نفرض على شي وحده شي حاجه انا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله ما كديروش السوق راسكم واخا عزيزين عليا يا اختي ويلي ما عرفتم معايا ولا عدياني بحال خربوشه ويلي راه ما عرفتش كيقولوا لها ديك المره اللي بقات ما عرفتش كي ديك الاغنيه ما عرفتش خويتي ديالاش القيد موسى هذيك المره اللي خربوشه شنو هي البداية ديال الديسك ديالها؟ آه
المعشي وفينك يا عويسه وفينك وعويشه ومش عويشه آه. عويسه وفينك عويسه انقصت اخوتي عند الشيخ ما عطاش بدات تقول لي واجعان غادي تصبر ليلتو وفين الشاير مرشان وعيتي على الجيران وسعبتي عريان واللي قتلتي الصبيان ها هو ها هو يا قالوا سرطوا البهيمة بدا موسى عيطوا على الميمة في الاخر عدموا بوها جابوا الزلعان شو يضحك ما عندوش لا لا بنديرش لا بنديرش لا عبدك الله لا بنديرش شو عندي فليبي هي اش قالت عاوتاني يا لاميا غنخرج الجيفه ياك الساعه ولات عريفه ياك بابا مقابليني كل دابا نصي بدا يدعي على الوعي ما يقول لي هذا هو القران تحيه الناس والاسلام في الدين وليت انا كنضرب بها باش تعرفوها هيا غنهز الشجره كي قلت لكم في اللايف وندير لكم وموسى شك جايب طريجه عارفه اش قالت بعدا اش قالت زيد اش قالت موسى فكرنا مفكريني شد لكم يلا من انا اللي نقوله ولا هو وفينك وعويشه وبين الشام مرشان عيتي بالعلان وسجن الشعلين العديان وريتي الصبيان يا وقالوا الهنيه حمتي قتلتي الصبيان والعديان قتلتي الصبيان والعديان انت حنا شبينو بالزيد الدنيا تعرف اش واقع هاد القيصه هادي وحنا خلينا شادين شي قرنا مع حبابنا ومع كوكو شبينا بين شي خاوشه حنا نختي حنا نقولوا ليك قالوني قالوني وقالوني وقالوني ما تشوف العاس من كلام الناس قالوني ما تشوف العاس من كلام علام شموم انت قول اخواتك علام شموم خواتاتو انا عشاق خواتاتو لا صحاب خواتاتو الله يعطيك سيدة وخواتاتو الله يجمالي وهاللي غادي كنفيق رعدة سير نقي البطاطا ما بقينا ما نديرهم بس سير ها هو ها هو ما نحن على هاد الشيء ديال التقوقيز لا ما نعرف حتى نقولها لا حيدي يديك حيدي يديك وتسخرني صافي حاولي اللي نقوله من وراك نقول لك في وجهك حاولي وين خرجت على ماكلك الفقراء الهوزي هاي خوتي ياك موسى دينا ياك خوتي خاصكم تعرفوا واحد الحاجه علاش غنقول لك راه مخنشش راه قهرتي نعم مخنشش اه 30 درهم تنجيب بها دجاجة مخنشش الله يسترك ها مخنشش علاش غادي نقول لك ها مخنشش راه قد ما جلست فمي غيجيبها لي غنقص علينا الله يفاجئها قص علينا
قص علينا راه هاد شويه ديال الدجاج راه ما كامله حتى نص كيلو خوتي، انا راه ما فيهاش الوشه. شفتي هادي شنو هي؟ دير بطاطا مسلوقه، سلقي البطاطا وديري بحال هكا ماشي. غادير البطاطا المسلوقه كامل، علاش اللي تضيع؟ ما تضيع والو، حتى حاجه ما تضيع، كلها واجر الحمد لله. كاينه ولا لا موسى؟ ايوا الناس اللي يقبلوا على النعيمه غانت شوفي كي غتخرج محمر، سلقيها. شوف نقول لكم واحد الكلمه، انا كنطيب ومني كنكون جالسه بحال هكا، المهم هو يكون البنه فهمتي، والمهم هو تكون المذاق ويكون النقع. واخر حاجه غادي نديرو اشنا هي فهمتي؟ عباره كامل الوش وما فرطوش. المرا اللي قالك بلاتي ديري شي هادي، شوفي المرا اللي قالك مابقاش نتي ديري شي واش. لا انا كندير الكويميله ديال ولاد الشعب وديال بنات الشعب، بغيت الله سبحانه وتعالى ينصركم دنيا واخره. وهادي تعقلوا على ملي غادي تخرج من الفران تبارك الله. ونقول لك اختي اللي قلتي لي درتي الروز في الفران وكتبتي لي بانني عيرتيني، ياك قلتي بانني درتي الروز في الفران وتحمر، ايوا سمعنا اش غادي نقول لك، وتحرق الحماره حاشا واش انا حماره فهمتي، كنت حماره غنكربوك برجلي حيت انتيا ما كتعرفيش فهمتي، وماشي بنت البلاد بير وماشي بنت الكوزينه بير، انت اللي خليتي باش هذاك الروز يقصح ليك، لانك كون كنتي دايره الفران مهيل وكون كنتي ما متبعاش للياتك بحالي انا اللي عندهم الدراع ومقابلاهم، غادي مره مره نطل مره مره نطل مره مره نطل فهمتي، ما نطلش على جارتي مره مره نطل مره مره نطل، ما غاديش يتحرق لك الروز، غادي تقرب شي شويه ولا غادي يحمر شي شويه وغادي نحيدو. كاينه ولا لا مصر؟ عطاها شي دعوه مع النهايه. سير الله يسهل عليكم، الله يعاونكم، الله يدعي على هو قال لي سير الله يسهل عليكم. واش انا قلت لك ادعي عليها باش تعطيني اتساع، انت درتي قلتي لها الله يسهل عليك. قلت لها الله يسهل عليك، مالها الله يسهل عليك فيها شي عيب؟ ولكن الله يسهل عليك. زعما قلنا سير الله ياخذ فيك الحق، انت قلتي لها الله يسهل عليك. الله يسهل عليك، الله يسهل عليك، ترب عليك لا لا هذه ديال ذاك الوالد يا خوتي، عقلت على ذاك الفيديو اللي بكي يدعي لي على صحابه طرشيني اليوم ويقول لي يا سير الله ينصرهم، قلت اش ينصروا معاه؟ سير الله يسركم وتسناو هادي ملي غتخرج كي غادي تجي كي غادي تبزي لا باز لا كنتو توصلوني يا هاديك. بغيت نقول لكم حتى شي حاجه قبيله لانكم غتديروا البلول. انا بلول الاول وخدي مني اللي قلتي لي طبعا، حيت لما بقات مقابله هيا نحطها قرب لها شتي كدوز، يدوزك ربي يدوزك ربي مع شتيلو، ما يلقاوكش يلقاو شعرك يحطوه في القبر. تحية ليكم وسمحوا لي الله ينصركم. وهادي سرية الفقارة يديرها بنادم كيما بغى يديرها، الوهيمة كتبغي تضحك معاكم كتبغي تخلق معاكم، خصي وقيلا هي غادي نبدا نطلب فيكم وقيلا ولا ما عرفتش شنو. وهي تاكلوها بالصحة والسلامة اللي كتبت ليا، تاكلوها في الجنة أنا وياك نعاولها عليا بناتي، ما حنا إلى القاها ما لقانا معادي ولا ما. ولكن ربي مسامح كريم، يا ربي تسمح لي، يا ربي ترحمنا وتسمح لي نحن كريمين. امين. وتحيه ليكم الله ينصركم. وانا ديال نوعي وديالكم باي باي.